أن أستضيف السيدة وفاء سعد، وهي إحدى الناشطات في مجال العمل الاجتماعي في المجتمع الأمريكي وأيضا المجتمع الأمريكي العربي. وفاء سعد هي مؤسسة جمعية للنهوض بالمرأة والعائلة. أهلا بك سيدة وفاء. أهلا وسهلا يا مدام هدى. إحنا عايزين تكلمين أولا، إحنا بنرحب بيكي في البرنامج لأن ده أول لقاء لينا، وإحنا استجبنا على طول لدعوتك عشان تعرفينا على الأنشطة اللي بتقدميها للجالية العربية والجالية الأمريكية أيضا في نفس المجال. أولا كلميني على الجمعية بتاعتك، اسمها، فكرتها، خدماتها. أنا طبعا متشكرة قوي على إن أنت عملت الوقت واستضفتيني في البرنامج أهلا الراديو بيكي، أهلا بيكي. في سيتن هول ساوث أورنج. ده very very good. I really I appreciate it. هي المؤسسة بتاعتنا بصراحة بتعمل الخدمات للجالية العربية، للجالية الأمريكانية. بنخدم بنات وشباب بصرف النظر عن الجنسية أو الديانة أو أي حاجة. من الخدمات اللي احنا بنقدمها، بنقدم خدمات تبع الهجرة، خدمات تأمين صحية، خدمات تبع التغذية، الغذاء. بنوزع حاجات طازة دايما زي خضروات وفواكه. عبارة عن أكل كمان، يعني طعام بتقدموه للناس اللي هم مش قادرين، يعني عندهم احتياجات. بالظبط. وبنعمل كمان توصيل للسينيور سيتيزن، للناس اللي هم اوفر 70 سنه، او اي حد من الاطفال اللي هم المعوقين. ودوت من خلال اعتمادنا على البنات والشباب من كليات الجامعه. معاكي فريق عمل فعلا، سمعنا انه من البلانتير بيساعدوا الجمعيه بتاعت حضرتك. انا كنت عاوزه اسال، يعني خدماتك دي يعني لازم تكون مثلا اللي بيحصل عليها او اللي بيستفيد منها معاه ورق، ولا ممكن يكون ناس لسه ورقها مش يعني ما حصلوش عليه، مهاجرين؟ انت عارفه طبعا عندنا الاف المهاجرين واللاجئين من الاخوه السوريين، فيا ترى بتساعدي بالورق؟ لازم يعني شرط يكون فيه هناك ورق، ولا كده بتقدمي خدماتك للكل؟ لا والله، الخدمات بتاعتنا لكل حد، سواء معاهم ورق او ما معاهمش ورق. اللي ما معاهمش ورق بنساعدهم، خصوصا كمان تبع قانون اوباما الجديد. لو محتاجين محامين بنجيب لهم محامين من غير اي تكلفه. كمان الخدمات تبع الهجره، في لما يبقى حد ضحايا من اي جريمه او ضحايا من اي عنف اسري، لو ما معهوش اوراق كمان بنديله اوراق عن طريق الامجريشن هنا. أي يعني بتعملوا قضايا وبيحصل بيها عن الورق، سواء بقى ست أو راجل يعني. بالظبط، بنساعد الاثنين سواء واحد او واحده. والخدمات اللي احنا بنقضيها، من ضمن الخدمات كمان اللي احنا بنقضيها، بندي خدمات للعلاج النفسي، كونسلنج او استشارات نفسية خدمات للضحايا. نفسيه. بالظبط. وبنجي كمان ساعات بيبقى في اوردر من المحكمه، امر من المحكمه ان هم ياخدوا انجر مانجمنت كلاسز، تحكم في الغضب بتاعهم. فطبعا القضاه بيبعتوا لي كيس الكلاينت حالة. والحاله، وانا بديهم الحصص ديت، وبعد كده بديهم جواب من عندي مختوم بالاسم الاورجنايزيشن ان هم خلصوا الحصص اللي هم المفروض ياخدوها، علشان دوت بيبقى امر محكمه. طبعا ده بيرجعنا لنقطة ان هما الجيران طبعا بتبلغ، ان احنا طبعا تقاليدنا وعاداتنا ممكن نزعق، ممكن نضرب، فطبعا ده بالقانون الامريكي اشياء محرمة، وبتعرض ان ممكن ان الاطفال تتاخد من الاسرة وبتتحجز في مكان لمدة يعني اسابيع لغاية ما بيأهلوا الاب والام ان هم يرجعوا تاني يحافظوا على الاولاد. النسب اللي بتجيلك، او النسب الحالات اللي بتجيلك ما بين الجالية العربية، يا ترى نسب بتتناسب مع الجالية الأمريكية أو الناس الأمريكان أو الأفرو أمريكان أو الأسبان، أني أعلى في النسب في العنف الأسري وطلب الخدمات؟ بالنسبة للعنف الأسري، أعلى نسبة بتبقى بالنسبة للأسر العربية، لأن هم ما بيكونوا جايين مش عارفين القانون بتاع أمريكا هنا هو. فبيحصل لهم زي لخبطة، لأن قانون أمريكا ممنوع تضرب ابنك، ممنوع تضرب بنتك، ممنوع تضرب أي حد. مراتك.
الحاجات دي اه احنا عندنا ما فيش حاجه بتحصل من الحاجات دي، يعني حتى لو بتعملي ديسيبلين او تربيه الولد وكده، هو مش المفروض تضربيه قدام اي حد، او مثلا المفروض ما يعني يضربش من الأصل يعني. بالظبط. بتتدخل الحكومه في كده هو، فممكن مثلا بيتاخدوا منهم الاولاد وكده هو، فما بيكونوش عارفين القوانين بتاعت هنا، مجرد ما بيعرفوا القوانين من هنا بتاعت هنا يعني بيقلوا النسبه لكن مهما بتاعتهم كانت احنا برضو النسب ما بين اعلى العرب عالية عالي. يس يس غير بالظبط. بس الأفغان. العنف الاسري عامه بيجي لي اما بيجي في المكتب بيجي مختلط ما بين الامريكان، الاسبان، أفرو أمريكان. الافريكان امريكان، عرب، كله بيجي. وفي يعني ضحايا من العنف الاسري رجاله، يعني انا معرفش هتصدقيني ولا لا، في رجاله بيجوا يقولوا فعلا ان هم ضحايا، بس صعب على الراجل ان هو يجي يتكلم. لكن هناك في فعلا حالات طبعا مؤسفة. طبعا انا بتعامل معاهم حاليا، وخصوصا يعني انا جالي حاله علشان هو ما معهوش اوراق، بيفتكر ان هو علشان ما معهوش اوراق وهو حاله مثلا من العنف الاسري مش عايز يبلغ اي حد ولا عايز يتكلم عن اي حاجه، بس بالعكس يعني هو معتاد عليه من زوجته. معتدي عليه من زوجته، وهي يعني لدرجه ان هي نزلته بره الساعه 2 قالت له امشي من المكان من ان هو، وهي عشان عارفه ان هو ما معهوش اوراق مش هيبلغ البوليس ولا حاجه. فما جالي المكتب قلت له ده كده يعني عنف اسري، ومن حقك ان انت تبقى تاخد الاوراق علشان انت بتمر بالعنف الاسري ده تبع قانون امريكي. يعني احنا من الجانبين يعني ستات ورجال. طب بالنسبة لخدمات الويلفير، دايما الناس يعني بتسأل كتير ايه الشروط اللي هم يحصلوا فيها على الويلفير، يعني يا ترى لازم يكونوا مثلا، طبعا كل واحد معاه ورق لازم يعني في الفترة اللي هي بعد سن معين، ايه الشروط، سن كام عشان يقدر يحصل على الويلفير، وهو لازم يكون ديسابيليتي ولا لا، ولا ايه، ايه الشروط؟ لما يبقى حد disabled يعني عنده مثلا ما يقدرش يشتغل او حاجه، احنا المكتب عندنا بيقدم له على الويلفير الديسابيلتي او على عدم القدرة عن العمل. عدم القدره على العمل. لو اترفض من الحكومه بنعين له محامي، المحامي بياخد الحاله ودوت بيبقى من غير فلوس من غير اي حاجه خالص، وبنعمل له ابروف لو هو حقيقي يعني ميس يعني مش فاهم او مش فاهم يعني. يستحق الحاجه. انت بتعمل له الابروف للحاله، وبيتاخد بقى تبع قانون شغله كميه الفلوس الكاش وكميه بيحسبوها الاكل نسبة. وكميه الفلوس للاكل والعلاج، وعندنا ناس متخصصين بروفيشنال في لمدة الحاجات قد دي. ايه حضرتك بتقول الويرفير لو حد على يعني بياخده عشان اللي هو مش قادر يشتغل دوت لغايه لما، لاقي شغل؟ لا لو ده عشان هو عيان، فلغايه لما يعني يعني خير. لغايه لما يخف، لو خف وبقى كويس بيبقى خلاص بيتعامل من عليه، لو ما خفش خلاص بيستمر ياخد مع كشف من الدكتور سنوي من الستيت، الولايه، الستيت الحكومة من الحكومه والولايه. طب بالنسبة للفود ستامب، يعني ايه فود ستامب وليه بياخدوه، وايه الشروط برضو اللي يحصل عليها الجالية العربية هنا لو حابة تقدم الفود ستامب، الدخل مثلا بيبقى قد ايه؟ الفود ستامب بيبقى كارت كده هو بيجيبوا بيه الأكل الاكل والحاجة. بس والحاجه. ايه الشروط؟ الشروط بتاعته لو اي حد جاي لجوء سياسي بياخد كاش، بياخد فود ستامب، واحنا بنقدم له وبنساعده ان هو ياخد الحاجات دي. لو حد دخله واطي بياخد في حدود الاكل. قد ايه بيحسبوها، قد ايه اقل من 25,000 او اكتر؟ يعتمد على عدد الانفار، يعني كل عدد الافراد الاسره. عدد افراد الاسره دوت اللي بيحدد ان هو ممكن بيبقى صالحين ولا لا. فلما بيجوا لنا بنشوف عدد الافراد الاسره قد ايه، والدخل، الدخل لكل الاسره، هل عندهم حد فوق ال 18 تحت ال 18 كده، وبنجيب بتحسب بنشوف بشروط معينه. بالظبط بالظبط. كمان من الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي بنساعد في الفواتير بتاعت الكهرباء، يعني فواتير الكهرباء هنا عاليه جدا، فبنساعد في فواتير الكهرباء، وفي فلوس متاحه دلوقتي للمساعده للفواتير الكهرباء. طب حضرتك لو حد يقدر مثلا يعني يقدم، يعني يتصل بحضرتك ازاي، يقدر يتصل ازاي؟ احنا افيلبل 7 ايام 24 ساعه في اليوم. التليفون بتاعنا الهوت لاين 973 766 2406. كمان لما يروحوا على الويب سايت وفاء
WAFAA Organization يسبل اوت اور الاورجنايزيشن دوت اورج وفاء اورجنايزيشن دوت اورج. الايميل موجود، الويب سايت موجوده، يخش على الفيسبوك افيلبل 24/7. طيب عظيم، احنا بنشكرك وبنشكر حضورك النهارده، ونتمنى انك تقابلينا في حلقات جايه، ويا ريت تجيبي لنا حالات تتكلم عن اللي تعرضت له وازاي قدرت عن طريقكم ان هي تحصل على حقوق. ان شاء الله باذن الله. وثانك يو سو ماتش اللي عملت وقت واستضفتينا، وان شاء الله شرفتينا النهارده السيده وفاء سعد. احنا بنشكرها مسؤوله جمعيه وفاء للنهوض بالمراه والعائله في المجتمع الامريكي. ونتابع فقرات البرنامج. والان نتابع فقرات البرنامج كما ذكرت منى هدى. نستمع الى مجد الرومي مع اغنيه بلدي